السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، اتفضل. الشيخ مصطفى، أنا هسأل حضرتك سؤال، يعني على علمك وعلى الطرف العلمي، حضرتك لا تخشى من الموت؟ ايه؟ لا تخشى من الموت؟ وفي أحد لا يخشى من الموت؟ كل يعني أنا أصبح حضرتك يعني نخشى من لقاء الله طبعا. من الذي يخاف من الموت؟ نعم. ما الذي عليه أن يفعله؟ الذي يخاف من الموت ماذا عليه أن يفعل؟ كتاب الله، يمتثل كتاب الله، يمتثل سنة رسول الله قدر استطاعته. السلام. يعني أنا أسأل شخص في الكريم، يعني حضرتك يعني على علمك وعلى يعني نحسبك كذلك ولا نزكيك على الله، ألا تخشى منه؟ لا لا أخشى. إيه؟ لا تخشى من الموت؟ هل أنا قلت لك لا أخشى من الموت؟ أخشى من لقاء الله. أستعد. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، وياك الله يغفر لنا ولكم يا رب، وتغمدنا وياك برحمته، وياكم وياكم. واليوم كنا في شرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكر الرجل الذي قال مخافتك يا ربي، فغفر الله له.